إذا مشاهدينا الكرام، رؤية تحليلية لهذه الزيارة وللمؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيسين. معنا ومع حضراتكم أستاذة هند الضاوي، الكاتبة الصحفية. أستاذة هند، أهلا بحضرتك. وبين الماضي والإرث التاريخي الذي يجمع بين مصر والجزائر يمكن أن نبني عليه الكثير للشراكات والتعاون، سواء في المجال الأمني أو السياسي أو الاقتصادي في الحاضر وأيضا في المستقبل، في ضوء هذه الزيارة وفي ضوء ما قيل على لسان الرئيسين في المؤتمر الصحفي. قراءتك وتحليلك؟ بعد التحية لحضرتك وللمشاهدين، بالطبع يعني خلال المؤتمر الصحفي تم عرض كافة الملفات التي يعني تحمل توافق سياسي مشترك ما بين البلدين، وهذه الملفات منها من له بعد عربي، ومنها من له بعد إفريقي، ومنها من له بعد إقليمي بشكل عام، بالإضافة إلى المحور الهام جدا وهو المحور الاقتصادي، لأن تقوية العلاقات الاقتصادية بين دولتين عربيتين في حجم مصر والجزائر ربما ينعكس على المنطقة بأكملها ويكون نواة حقيقية لبناء تحالف عربي قادر على حماية الأمن القومي العربي من جانب، والأمن القومي الإفريقي في شمال إفريقيا، ومساعدة دول الساحل والصحراء. وبالتالي يعني الفكرة أو بناء هذا التحالف وهذه الشراكات بين دولة كمصر والجزائر له نتائج وتبعات مهمة جدا. نحن نعيش في شمال افريقيا كمصريين وكجزائريين، الان منطقه شمال افريقيا محاطه باخطار وتحديات كبيره جدا. التوافق المصري الجزائري يسهم في تعزيز يعني جهود استعاده الدوله الوطنيه في ليبيا والضغط من اجل اجراء الانتخابات هذا العام وطرد المرتزقة وغيرها، لأن الجزائر ومصر دول جوار مع ليبيا، وبالتالي أي تهديد للأمن أو تمركز للجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط من خلال ليبيا ينال الأمن القومي للبلدين. وبالتالي حين ترى القوى الكبرى الخمسة الكبار في مجلس الأمن أن هناك توافق ما بين دول شمال إفريقيا كالجزائر وكمصر وكتونس على يعني إجراء الانتخابات، هذا يغير المعادلات الدولية في التعاطي مع ليبيا، ويمثل ورقة ضغط قوية جدا على يعني المصالح الغربية من أجل المصالح أو تحقيق المصالح العربية. النقطة الثانية على المستوى العربي، تعلمي أن في عام 2011 كان هناك تهديدات وتحديات كبيرة جدا عانت منها الكثير من الدول العربية، وما زالت بعض الدول العربية يعني تعيش في تبعات هذه المأساة. هناك الآن تغير في منطقة الشرق الأوسط، هناك انسحاب للدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من دول الساحل والصحراء، حتى لو كان انسحاب جزئي. هذا يعني أن المرحلة القادمة سيكون هناك تحديات أكبر مما تعرضنا لها في عام 2011. هذا ما يستدعي إقامة تحالفات مع الدول الكبار التي شكلت يعني شكل التاريخ أو يعني عناوين التاريخ في مراحل متنوعة كـ73 وغيرها، وطبعا أهم هذه الدول هي مصر والجزائر وسوريا أيضا والعراق. هذا ما يتحرك من أجله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث أن هو يمهد الأرض ويعبد الطريق مع الأشقاء العرب، سواء كان تحالف العراق الأردن أو تحالف تونس الجزائر، من أجل إقامة قوة على الأرض عربية وإفريقية قادرة على مواجهة التحديات وسد الثغرات التي ستترتب على انسحاب القوى الكبرى واستبدالها بقوة إقليمية غير عربية. طيب أستاذة هند، في هذا السياق بالتحديد، إلى أي مدى هذه الأرضية المشتركة وهذه التوافقات في ضوء تحديات وواقع جديد كما ذكرتي أستاذة هند، يعني بمجريات وبتداعيات كثيرة منذ عام 2011 ترمي بظلالها حتى اللحظة، إلى أي مدى يعني ترتكز الدول العربية لتحقيق هذا التوافق العربي؟ ما شروط هذا يعني التوافق العربي والذي أشار إليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الوصول أو أهمية الوصول إلى هذا التوافق بروح جديدة لمجابهة التحديات؟ هذه نقطة هامة جدا، روح جديدة لتشكيل
تشكيل تحالف عربي عربي، وان يرى القوى او ترى القوى الكبرى ان هناك صوت عربي واحد يخاطب هذه الدول، مع اخذ في الاعتبار بان التحديات مختلفه للدول. هناك تحديات مشتركه زي مكافحه الارهاب، زي التوترات، وزي الهجره الغير شرعيه، والتحديات اللي بتفرض على الامن المائي العربي من كذا دوله، ولكن في النهايه هناك تحديات اخرى لكل دوله لها علاقه بالجغرافيا وبالتاريخ وبالمؤثرات ولعبه التوازنات الداخليه والخارجيه. نحن نحتاج ان نتفق على الخطوط العريضه، ما يساعدنا على تقديم الدعم للدول الاخرى، واحنا نحن نفسنا نحصل على الدعم في القضايا الخاصه ذات تحديات خاصه. هذا لا اعتقد انه يمكن تحقيقه في يوم وليله، وهذا ما علمته مصر، وبالتالي ارتكزت على فكره اقامه التحالفات الجغرافيه، بمعنى ان يكون هناك تحالف بين الجزائر وتونس ومصر ينعكس على ليبيا والسودان والدول الاخرى، مثلا اقامه علاقات مع موريتانيا وغيرها. في نفس ذات الوقت وبالتوازي نقيم علاقات مع دول الشام، يعني العراق، سوريا، الاردن. نعم استاذه هند، إذا أشكرك شكرا جزيلا أستاذة هند الضوي الكاتبة الصحفية على هذه المداخلة.